ليه الأسعار بتزيد كل يوم ورغم كده الحكومة بتقول كله تمام؟ وإزاي البصل والسكر والرز واللحمة وكل السلع الأساسية سعرها اتضاعف وفي نفس الوقت رئيس الوزراء بيتكلم عن الإنجازات؟ وإمتى موضوع الأسعار ده ممكن يهدى والناس تعرف تمشي حياتها زي ما كان حاصل قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية؟ مفيش حد في مصر كلها إلا وبيسأل الأسئلة دي، ومحدش عارف يلاقي إجابة على اللي بيحصل. الناس بتسمع المسؤولين تحس ان الدنيا وردي ومفيش مشاكل في البلد، وبينزلوا السوق عشان يشتروا احتياجاتهم يلاقوا الاسعار نار. فيا ترى ايه السبب؟ وهل الوزراء وكبار المسؤولين بيخدعوا الشعب ولا فعلا الاوضاع بتتحسن؟ بانكير نبض البنوك. في البداية لازم نكون عارفين إن اللي بيحصل في مصر وارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية الكبيرة اللي بتعاني منها موجودة في أغلب دول العالم، والأكتر موجودة في دول صناعية كبرى. كفاية تعرف إن في دول زي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا الناس نزلت مظاهرات ضد ارتفاع الأسعار، طبعاً مع مراعاة فروق الدخل عندنا في مصر وفي الدول الكبيرة دي. دي أول حاجة لازم نكون عارفينها قبل ما نشرح لحضراتكم إيه اللي بيحصل عندنا. ولأن العالم حرفياً بقى قرية صغيرة، وأي حاجة بتحصل في أي حتة في العالم بيكون ليها تداعيات وتأثيرات مباشرة على كل دول العالم، فاللي حصل في روسيا وأوكرانيا عمل أزمة كبيرة جداً في مصر من أكتر من اتجاه. أولاً، دول أكبر بلدين مصدرين للقمح في العالم، ومصر كانت بتعتمد عليهم في توفير احتياجاتها من القمح، ولما حصلت الحرب أسعار الحبوب اتضاعفت، واتضاعف معاها كمان سعر المواد البترولية، وده عمل فجوة تمويلية كبيرة وخلى مصر تعاني من أزمة نقص العملة الواضحة اللي احنا شايفينها. ثانياً، روسيا وأوكرانيا تحديداً كان معظم السياح اللي بيجوا مصر منهم، ولما الحرب قامت طبعا محدش هيجي يتفسح وبلده بتحارب، فده عمل تراجع كبير جدا في عوائد السياحة، والسياحة يعني دولار، وتراجع السياحة يعني تراجع الدولار، وتراجع الدولار يعني ارتفاع في فاتورة الاستيراد، ودخل الأسعار يحصل فيها اللي حصل وتزيد بأرقام فلكية في كل السلع. حد هيسأل ويقول أمال إزاي الحكومة بتقول إن الأوضاع تحت السيطرة؟ لازم نفرق بين حاجتين. الحاجة الأولى الأرقام والخطط اللي بتعلن عنها الحكومة والوضع على أرض الواقع، يعني مثلا الحكومة بتتكلم عن معدلات نمو كبيرة على الورق، لكن في الواقع التضخم وارتفاع الأسعار بياكل أي محاولات أو جهود بتحاول تبذلها الدولة عشان تسد الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة العامة، ونسبة العجز في الموازنة وصلت لنسب كبيرة جدا ومرشحة للزيادة في الفترة اللي جاية. طب وإمتى الأسعار ممكن تنزل؟ طول ما الحرب شغالة انسى ان في أسعار تنزل، وده لأن مصر بتعتمد في أغلب احتياجاتها على الاستيراد، ولأن أي سلعة بنستوردها بندفع ثمنها بالدولار، فطول ما الدولار غالي السلعة تتباع بسعر غالي، ومفيش أمل ان في حاجة تتصلح إلا لو خفضنا فاتورة الاستيراد وقللنا الاعتماد على المنتج الأجنبي وزودنا التصنيع المحلي. أنا أشرقة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.